انت كان اخر اعمالك السينمائية كان فيلم الحب بتفاصيله. الفيلم ده عايزك تكلمني عنه، وايه اللي بتحضر كمان ليه في الفترة الجاية؟ والله بص، الفيلم ده كان قصة قريبة شوية للواقع، يعني بتاع ولد يعني كان عايش في البحرين وبعد كده رجع واشتغل وكان حب بنته واتجوزها، يعني القصص الطبيعية. ولكن أنا كان شرطي إن أنا كنت حابب أعمل أغاني كتير في الفيلم، وكل موقف أعمل له غنوة، والحمد لله الفيلم طلع بالشكل الحلو، واتصور جزء منه بالبحرين وجزء هنا. الشعبي يمكن احنا مش متعودين على محمد نور في الاغاني الشعبي، وأنا فيعني بص، الفكره دي بالنسبه لي انا فكره اصلا مفاجاه كنت يعني ساكن في جديده. منطقه شعبيه في الحدائق القبه، وانا بحب من وانا صغير بقى حسن الاسمر واحمد عدويه وبسمع حاجات، يعني كل الحاجات اللي الشكل ده بحبها، والمزيكا دي جوايا مع المزيكا اللي انا درستها في الكونسرفاتوار والمزيكا الكلاسيك، فعندي ميكس صراع ما بين المزيكتين دول في بعض، فانا بحب المزيكا دي وبحب المزيكا دي. ايه ده، انا عايزه اسمع منك حاجه شعبي. ده عايز اقول لك ان انا كان عندي كذا برنامج، يعني كان قريب وغنيت غنوتين ثلاثه وموال وبتاع، طب فانا نفسي بالالوان اعملهم. غني لي، طب غني لي حاجه شعبي عشان انا ما شفتكش قبل كده بتغني شعبي، لا فعايزه اكيد اسمع شفت، ما منك. شفتش بجد ولا عشان ما شفت؟ لا، عايزه اسمع منك دلوقتي بقى في البرنامج بتاعي. طب ممكن نشوفك، يعني بما ان انت عملت حاجه مختلفه وممكن تغني شعبي او تغني موال، ممكن نشوفك بتغني مهرجان، تغني راب، حاجه من انا الحاجات الجديده اللي ممكن طالعه اغني دلوقتي. اي حاجه بناء على المكان اللي انا فيه، يعني انا مثلا بعمل فيلم ان انا طالع واحد من بيئه شعبيه مثلا، يعني ممكن اغني راب، ممكن اغني انجليش، اغني اي، يعني ما عنديش مشكله في المزيكا عموما طالما هي لايقه على الموقف او المكان. بتحس ان هو ده بيبقى سر نجاح الاغنيه، ان لازم الفنان هو بيختار الاغنيه بتاعته بيبقى عارف ان الاغنيه دي هتضرب او لا؟ انا الالبوم الاولاني خالص بتاعي كان كل الاغاني اللي انا بسمعها لحد بيعترض عليها، لا لا مش حلو، وانا مصدقها، انت من جواك وانا حاسسها. عشان مصدقها الحمد لله. الالبوم الاولاني خلاص ده كان عندي 20 سنه، اللي كان فيه حياتي ونور حياتي دي عينيك وانا يعني واحد فعلا عايش معاها والفرح ذكريات والحاجات جميلة دي جدا. كلها. الالبوم ده كان مكلف يعني كلام فاضي بمخاطره من طارق العرياني، يعني طارق العرياني قال لي انا دلوقتي عايز اعمل لك البوم لوحدك ونجرب، فمفيش بادجت غير حاجه بسيطه جدا، هتعرف؟ قلت له هعرف. والالبوم كسر الدنيا وعمل مبيعات كتيره جدا، وقت ما كان الكاسيت بيبيع مثلا باع 300 400 الف نسخه، ده رقم كبير طبعا ساعتها، طبعا. وكنت صغير ومش فاهم النجاح كان كبير اكبر من سن يعني. فبس وابتديت بقى اشتغل يعني كده، فبقيت الغنوه اللي احس بيها حتى لو اللي قدامي مش عاجباه قوي كده، انا طالما انا مؤمن بيها فانا على طول واخد بالي من حياتي الموضوع دي ده. يمكن في ملايين حبوا على الأغنية دي كل ما اشوف يعني. حد يقول لي ده انا اتجوزت على الغنوة دي، ده انا مش عارف ايه. من أحلى الأغاني الرومانسية اللي الواحد فعلا سمعها. أنا نفسي بقى تغني الأغنية دي عشان دي حاجة بقى شخصية ليا، أنا عشان بحب الأغنية دي جدا.